مرحبا حبيبتي، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير يا رب. اليوم جيت نكمل معكم هذا الجزء اللي خليت الجزء الثاني. كنحاول يا ربي تكون التصويره باينه مزيانه، حيت الكولور ما كيبانش هو هذاك. حاولت ما امكن ريقل الكاميرا شويش، نتمنى يكون كيبان شويه. المهم انا كملت الملاقيه ديال هنايا ديال الطوق، وصلت هنايا عملت غير زمرد، وانتم كتشوفوا هو هنايا عملت غير زمرد. جيت هنايا علاش انا كنجي هنا وكنعمل غير جوهر مهرس، حيتاش هذه القلبه ديال القب كتكون هايده. ما عندنا علاش نضيعو هنايا زمرد، حيت ما كيجيش باين، وعاد يجي من داخل هنا ويجي باين من هنايا. اذا ما عندنا علاش نعملوه حتى هنا. هنايا كنكمل دائما انا بجوهر مهرس. هنا لاحظتوا انا ما عملتش بيرلات، عملتهم غير هنايا حيت هنا نخدم بهم الطوق. المهم نبداو على بركه الله باش ما نطولش عليكم، نبدا نخدم معكم الطوق، نعوض مرمى ونرجع لكم. هنا الا لاحظتوا انا ما نخدمش بالبيرلات، البيرلات نزولهم، نخدم غير بهاد الجوج. بسم الله على بركه الله، كنجيو هنا عارفين هاد الموطا، نتمنى تكون واضحة. كنجيو بين جوج هاد العقيقات، كنخرج الخيط، كنعمل جوج ديال الزمردات. كنجيو عاوتاني ما بين هاد الجوجه، ندخلو الخيط سهله. اللي كيبغي شي حاجه هيدا خفيفه وانيقه، هادي هي الخدمه، يعني عمل العقيق نقدروا نعملو بزاف د الحاجات. نثبتوها دائما، ردوا البال دائما، ردوا البال ملي كتجبدوا الخيط، ملي كتخرجوا الخيط وكتجبدوه دائما ردوا البال من تحت واش الخيط كيخرج كامل اولا كيبقى معقد. الا بقى معقد عاد تكون عندكم مشكلة، ديك الساعة خصكم تعاودوا عاوتاني كلشي. عاود كنجيو قبال تاني شان عاوتاني نفس الموطا هنايا، عاود كنعملو ثلاثة زمردات. كنبداو بجوج هايدا، كنجيو عاوتاني بين هاد جوج ديال العقيقات، عاود كندخلو الإبرة. دابا عاد غتعرفو علاش عملت بيرلا تما، وغتشوفها كيش غتجي. وزينا تبتو هادو، اتمنى يكون هاد التصوير واضح. هنثبتو هاد الزمردات، شفت الخيط كيفاش كيبقى معقد من تحت. هنايا خصكم تبقاو تردو البال، كنثبتو هادو عاوتاني. دابا كنجيو هنا فينا نخرجو الإبرة، كنعملو أربعة ديال جوهرات مهرسي. هيدا
او تكنجي من جهة اخرى هادي نجيب من هاد الجهة هادي او تاني كنعملو عاود تاني اربع كنجيو لهنا داخل اليبر هاهي عاود كنجيو لهاد الجهة هادي عاوتاني قبلتها عاود نفس الطريقة عاود كنجيوها فينا عاود كنخرجو اليبرة عاود كنعملو أربعة جوهرات مهرسين وهيدي كنمشيو كنخدمو وحدة مهم هادي ما نخدموهاش نخدمو بيرلا ما نخدموش هادي نخدمو بيرلا نبقاو نخدمو غير الجهات اللي فيهم بيرلات ها كيفاش كتجي يعني يمكن نخرجو بزاف د الاشياء عملاقق ماشي بالضروره تكون عندنا الرشمه اولا نقلو مشي واحد دايما الانسان خصو يعتمد على راسو فين الانسان كيكون كيتعلم راه طبيعه الحال غادي ينقل ولكن ملي غنتعلمو نشبر لي برا في يدنا ونتعلم نبقاو نعملو وريقه ونعملو سليته ونعملو هادي راه كتبقى تفتكر ديك الساعات راسك شفتو فاش كتجي كتجي فين حيت اش دابا ما عطيتش ديك اللون ديالو كنجيو هنا لتحت كنثبتو الخيط وما كنقطعوهش كنثبتو من تما كنقزو هنايا نتاوت كنجي من هنا هاد جوج ديال الجوهرات كنجيو بيناتهم هيدا وكنبقاو ماشيين بنفس الطريق هادي بالنسبه للطوق بغيتو تعملوها حتى في الهبطه الجلابه كامله كتجي ملاقيه كتجي مزيونه شي حاجة صعيبة سهلة بالنسبة للمبتدئات انا كنهضر مع المبتدئات مع البنات اللي خصهم يتعلموا مع الناس البسطاء اللي في حالي انا كتعجبني البساطة وكتحمق للبساطة وكيعجبني داكشي هيدا خفيف اما داكشي تقير عنده يعني متعه يعني ما يمكنش تعمل جلابه متقله وتخرج بها ضروري كتكون على المناسبات ان شاء الله دابا نخدم معكم قفطنات ان شاء الله يا ربي انا قلت لكم قد دخلوا القناه راه فيها بزاف ديال الفيديوهات قدامين حيت انا شحال هادي بديت دابا شي عامين علينا عامين ولكن كاين بعض الفيديوهات اللي ما كيطلعوش مره وهما مفيدين بزاف بزاف مزيونين شني انا كنت كنخدم ما كنتش كنعمل كنت كنهضر يعني كنت كنعمل فيديوهات ساكتين ولكن سليتات مزيونين اللي كنت كنعمل بقاو تدخلوا القناه تحت حفروا في القناه وتجربوا فيديوهات مزيونين بزاف داك سليتات مزيونين كيجيو في القفاطون كيجيو في القنيطرات دابا عرفتوا علاش بيرلا عملتها انا بوحديتها عرفتي كيفاش كتبان كتبان فحال شي وريضه انت كنثبتو هادو كنثبتوهم ضروري كندورو عليهم بالخيط هيدا هيدا الخيط ضروري في اللون ديال الثوب باش ما يبانش حيت جا في الوجه بالنسبه للمحترفات راهما كيخدموا واخا ماشي باللون انا نقدر نخدم بالبيض وما يجيش باين دابا كنجي عاوتاني هنا عاوتاني كنعمل اربع ديال الجوهرات مهرسين
هيدا هنا كتعملوا الجوهرات على حسب يعني ماشي كلشي غير من الاربعه على حسب هاد الزمردات قداش عندكم، واش صغارين ولا كبارين؟ الا كانوا كبار انتما كتعبروا عينكم ميزانكم، هتعمل ثلاثة مثلا وتعبر هيدا، ولا تعمل أربعة وتعبر هيدا، شحال ما جاكم غتخدمو بيه. أنا قلت لكم على حسب اللي كنتو غتخدمو ببرلات ولا بزمرد كبير أنا كنخدم بأربعة على حسب أربعة جوني هما هادوك. عاوتاني كنجيو لهنا راه ساهلة بالنسبة للمبتدئات، ساهلة ما تحتاج لا رشمة ولا حتى شي حاجة. أنا قلت لك دائما خصنا نعتمدو على راسنا ونعتمدو على العقيق. علاش ربي عطانا العقل وعطانا العينين ديالنا؟ عطانا العقل باش نفكرو بيه، عطانا عيني وعيناتنا باش نشوفو بيهم. هاد الناس اللي بتاكلو الرشامي وعطوهم لنا واجدين، حتى هما كانوا كيفكروا باش عدلوا ديك الرشيمات. وملي تبغوا تخدموا رشيمه مثلا عندك ما كاين الرشامي بزاف دارجين، يعني بزاف الرشامي كاين موجودين ومخدومين. يعني ملي كتبغي تخدم الرشمه ماشي ضروري تنقل من ديك الرشمه، تخدم ديك الرشمه هذيك وتنقل. نزيدو نثبتوا الخيط شويه باش كننقل لجهه اخرى. غنشوف الرشمه وغنحطها وغنخدمها بطريقتي انا، يعني ماشي بالضروره غنخدمها بحال اللي خدمات اخرى او لنفس الالوان او لا، غنخدمها بطريقه ديالي انا اللي بغيت انا، باش تكون شي حاجه ديالي خاصه بيا. صافي هذه هي الطريقه اللي كنمشيو بها دابا. صافي نخلو الزمرده نجيب برله ما بين جوج العقيقات كنطخها لي برا، خرجوا من هنايا من الوسط هيدا. كنزيد الثالثة هيا، كنثبت الخيط، كنثبت هاد الزمردات عفوا هيدا، عاود كنجي الجهة أخرى عاوتاني نفس الشكل هيدا. اللي عقلتو هادي راه نفس الرشمة اللي عدلت بها جلابة بيضة، ولكن هنايا جات مختلفة. علاش؟ حيتاش الألوان مختلفين. هنايا زيد عليها جوهر مهرس حيت الخضيدر كيجي معاه جوهر مهرس ذهبي مزيان صراحة الله. عاوتاني كنثبتهم كنظن واضحة. كيتجمعوا كيجيو مزيانين. الخيط على أربعة دائما دائما، الخيط على أربعة باش كتجي خدمة تقونة وكتجي بحال اللي عامرة. عاود كنجيو هنا عاود كنعملو أربعة جوهرات هرسين طولت عليكم بزاف، ولكن معليش نزيد ايه هاد الغرزة. صافي هاد المهرسة
علاش متبرله في الوسط، ها كيفاش كتجي؟ كتجي بحال الوريضه، يعني هادو كاملين غيكونوا في خضيضر وهادي كتجي في الوسط. ما نزيد نكمل هاد الطريف ونولي لعندكم. نتمنى ما نكونش طولت عليكم، ولكن طولت عليكم شويه ماشي مشكل. 15 دقيقه انا عارفه، واخا نعمل 8 دقائق ما كاينش اللي يتفرج الفيديو كامل. هاد بعض المرات كنعجز كنقول ما كاين لا مشاهدات لا والو، ما عندي علاش نعمل فيديو، ولكن لا كاين الناس اللي كيتابعوني وكنقول لهم شكرا بزاف. وهاد الطريقه هادي راه كتجي مزيونه وانيقه، شوف كيفاش كتجي. راه والله العظيم راه ما كيبانش هاد الخضيضر، وما هو اللون ديالو مزيون هاد الخضيضر وجا مع الذهبي. وهاد بيرلات بهاد الطريقه، وبغيتو تعملو حتى بهاد الطريقه ديما بغيتو تعملو العقيق مهرس هنايا يمكن لكم تعملوها غير تنعي بهاد الطريقه هادي. نوريكم جلبه بيضاء حتى هي جات مزيونه نفس الرشمه. بالنسبه للناس اللي دخلوا عندي جدادين وما عارفينش ما تفرجوش لهاد، ها هي هاد راه نفس الرشيمه، غير هادي هادي زايده، هادي زايده العقيق مهرس هنايا ما عملتش العقيق مهرس. شوفوا هادي شي حاجه مزيونه عاوتاني، لوينات بساطين زمرد عقيق مهرس، وانتم قادين حاجه وكيجيو جلي الباس مزيونين صراحه، وكيجيو انيقين بزاف. غير هذا الزمرد هذا رقيق على هذا شويش، هذا صغير شويش على هذا. نتمنى يا ربي تكون عجبتكم، وباقي نكمل معكم ان شاء الله، ونكمل معكم الطريقه كيما نخدموا القب، حيت بزاف البنات اللي ما شافوش الطريقه اللي نخدموا بها القب. نخدم معكم القب وعزيز نعمل شرشيمه في الكتيف، وديك الساعه نكمل. المهم انا معكم حتى نكمل هذا الموديل ان شاء الله بحال اللي كملت معكم هذا. وبنات اللي ما شافوش هذا الموديل هذا، دخلوا للقناه راه كاينه فيديوهات ديال هذا الفيديو من الاول حتى الاخر. يلا حبيباتي مع السلامه، سمحوا لي بزاف طولت عليكم.